مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج حديث الساعة. سنتناول في هذه الحلقة خلاصة ما قدمته منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي ورصد كامل لانتهاكات ميليشيات الحوثي خلال العام 2017. ها هي المجموعة الدولية المتمثلة بحقوق الإنسان تعقد جلستها 37 في جنيف لتتناول ملف حقوق الإنسان في اليمن، حيث أطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تحالف رصد على هامش انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف بسويسرا تقريره السنوي الثالث حول حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2017. وهناك أكد المدير التنفيذي لتحالف رصد الأخ مطهر البوذيجي أن حالة حقوق الإنسان في بلادنا دخلت مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد، وأشار إلى أن الصراع المسلح الذي يدخل عامه الرابع كان متسما بالدموية والعنف والبشاعة ضد المدنيين. في مستهل هذه الحلقة، هذا تقرير يرصد جملة من هذه الانتهاكات لعام 2017. مأساة حقيقية لشعب يظلم ويقتل مرتين، الأولى برصاصة الرعب والوحشية الذي تقوده ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، والثانية عدم الوقفة الفاعلة للمجتمع الدولي كافة لإيقاف هذا العدوان الذي تشنه هذه الميليشيات يوميا وبشكل ممنهج. مطالبات دولية وتحركات حكومية تسعى إلى فضح جرائم الميليشيات أمام المجتمع الدولي، وفدان ينطلقان باتجاه جنيف ولندن في إطار الواجب الدبلوماسي الذي كان ولا بد أن تقوم به الحكومة، خاصة مع ظهور بصمات اللوبي الإيراني في العديد من تقارير المنظمات الدولية. اليمن أصبحت في ظل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية بوابة خلفية لمؤامرات إيرانية تهدد استقرار منطقة البحر الأحمر والخليج العربي ودول المنطقة برمتها. هكذا يتحدث وزير الإعلام الإيراني في حديثه أمام مجلس العموم البريطاني، بينما يقول وزير حقوق الإنسان أن ظروف الحرب التي أوجدها الانقلاب أدخلت اليمن في وضع إنساني أدى إلى معاناة السكان المدنيين في مناطق اليمن كافة. حرب عسكرية مباشرة وحرب أخرى سيعيشها اليمنيون لعشرات السنين القادمة، فالألغام تحصد الأطراف والأوضاع الإنسانية غاية في الصعوبة. يتلقى الأطفال حصتين دراسيتين في اليوم، والآلاف منهم مجندون في صفوف الحوثيين. منظومة صحية متدهورة أو معدومة بالأصح، هكذا تتحدث المنظمات عن اليمن، البلد الذي أطبقت على حياته الميليشيات الحوثية وهو في طريقه إلى الفجر ليعود الظلام ويسدل الستار على مشهد مظلم حتى الآن منذ 3 سنوات. التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان دعا بدوره مبعوث الأمم المتحدة إلى أن يضع نصب عينيه الأوضاع الإنسانية والمأساوية والتي يجب أن تكون هي المحرك لعملية السلام، في ضوء قرارات الدولة التي لم تخرج إلى حيز التنفيذ إلا بعد دراسة كاملة، لافتا إلى مقتل العشرات من الصحفيين والناشطين والحقوقيين أثناء تأدية مهامهم الإنسانية البحتة، وكان آخرهم استهداف الناشطة الحقوقية والإنسانية ريهام البدر، علاوة على أولئك القابعين خلف السياج والمنفيون خلف الحدود والساكنون في العراء، ليصدق القول يمانيون في المنفى ومنفيون في اليمن. يظل الأمل على العيون مرتسما لا يمل، والمعركة السياسية لابد وأن تحاذي المعركة العسكرية في خوض غمار السباق نحو المستقبل بقيادة الشرعية أو نحو الظلام بقيادة الميليشيات، والأخيرة مجربة وطعمها المر يعرفه كل يمني. حمزة رضوان، قناة عدن الفضائية. إذن بهذا التقرير وبكل المعلومات التي يتم جمعها والإحصائيات التي يتم تدوينها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن ويعيشه المواطن اليمني. نستغرب، العالم كله يريد أن يحتفل بالحياة،
العالم كله يريد أن يوقف هذه المهازل وهذه المعارك. من معنا من الاتصالات يا شباب؟ الأستاذ مطهر البوذيجي، المدير التنفيذي لمنظمة رصد، تحالف رصد. السلام عليكم أخي مطهر. وعليكم السلام، مرحبا. مجملا صف لنا الوضع في 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 أروقة مجلس حقوق الإنسان، وما هي الأنشطة التي قمتم بها حتى الآن منذ وصولكم وأنتم أطلقتم هذا التقرير الخاص بانتهاكات ميليشيات الحوثي وكافة الانتهاكات التي وقعت في بلادنا العام 2017؟ شكرا جزيلا. الوفد الحقوقي التابع للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، تحالف رصد المشارك على هامش اعمال الدوره 37 لمجلس حقوق الانسان، سيقيم عديد من وسنقيم عديد من الانشطه، اهمها اطلاق التقرير السنوي الثالث الخاص بحاله حقوق الانسان في اليمن، وكذلك اقامه عديد من الانشطه حول الانتهاكات بشكل عام الخاصة بالتعذيب والأطفال وحرية الرأي انتهاكات حرية الرأي والتعبير، وكذلك فيما يتعلق بالألغام. هذا جانب. الجانب الآخر، لدينا لقاءات مهمة مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أهمها مقابلين الحواس التابعين للأمم المتحدة، ومقابلة بعض المنظمات أهمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المتواجدة بجنيف المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. هذا جانب. الجانب الآخر، لدينا كذلك تواصل مع معظم الصحفيين والمراسلين المعتمدين هنا في جنيف، وبعض ممثلين كذلك المنظمات المجتمع المدني. نعم، كان لكم يعني ندوة، قمتم ندوة في يوم الجمعة على ما أذكر، ماذا استعرضتم في هذه الندوة؟ ندوة حالة حقوق الإنسان في اليمن استعرضنا فيها أوراق مهمة، أول أبرزها استعراض التقرير السنوي الثالث المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن، والذي أبرز أو فند الانتهاكات الجسيمة التي تحدث بحق المدنيين في اليمن، سواء بالقتل أو بالإصابات أو بتجنيد الأطفال أو القتل بواسطة زراعة الألغام، وذكر وفند وأحصى كذلك حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والجوارب الاقتصادية الأخرى التي يعاني منها المدنيون في اليمن. وأستطيع أن أقول أن التقرير أحصى مقتل 2260 من السكان المشمولين بحماية القانون الدولي، وكذلك إصابة 2780 بسبب الهجمات وسلاح القناصة والأسلحة الخفيفة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام الغير مشروعة والموت تحت التعذيب والقصف بوسائل أخرى، كذلك كل هذه مقبل هذه الانتهاكات أبرزها وذكرها التقرير بتفصيل، مع ذكر لبعض الحالات من الذين تعرضوا للانتهاكات في اليمن خلال العام 2017. بماذا اتسمت هذه الأرقام مقارنة بأرقام السنوات الماضية أستاذ مطهر؟ يعني إذا ما تحدثنا عن بلغة الأرقام، منه عام 2017 كان عاما دمويا بامتياز، ولكنه لا يخلو أو لا يختلف تماما عن الأعوام السابقة 2016 و2015. استمر مسلسل العنف وحصد أرواح المدنيين الأمرياء يتصاعد. يعني إذا ما تطرقنا لإحصائيات منذ سبتمبر 2014 وحتى اللحظة، يعني سقط قرابة 9000 مدني بسبب الحرب الدائرة، تتحمل مسؤولية 80% منها مسؤولية مباشرة هي ميليشيا الحوثي. نعم، كيف لمستم يعني التفاعل المنظمات المشاركة والمتابعة لنشاطكم والتي أيضا أنتم شركاء معها في بعض الملفات؟ يعني إذا ما تحدثنا بواقعية، نقول أن هذه الفعاليات التي يقومها جزء من المجتمع المدني أو التحالف رم حركت قليلا من المياه الراكدة وسلطت الأضواء على حقيقة ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن ترتكبها الميليشيا الحوثي وبعض الأطراف الأخرى. وهذا جانب. الجانب الآخر، عملت على نقل معاناة المدنيين اليمنيين وما يعانيه الشعب اليمني من جراء الحرب الدائرة التي تدخل في عامها الرابع.
نعم، كان هناك كأنه في شيء مغلوط لدى وعي كثير من المتابعين للمشهد اليمني. هل يمكن أن نقول أننا استطعنا أن نصحح الصورة ونعلم العالم ما الذي يدور في اليمن وما هي حقيقة هذا الصراع الموجود في اليمن؟ فعلا هذه نقطة مهمة جدا. يعني ما يدور في اليمن كان هناك صورة مغلوطة، وخاصة لدى الرأي العام الدولي والمواطن العادي، وخاصة هنا في أوروبا. كان الاعتقاد السائد إلى أعتقد يعني إلى قريب إنه الانتهاكات أو الاعتداء على الشعب اليمني يعني من طرف معين، ولكن أن الحرب يمنية يعني سعودية، كانوا يصوروا أن الحرب يمنية سعودية بهذا الشكل. فعلا هذا الاعتقاد السائد كان، ولكن أنه يعني أقول لك أنه الآن من مصدر المنظمات الدولية لديهم يعني لديهم صورة وافية وشاملة عن حقيقة ما يجري. أهم هذه الآليات هي المفوضية الإسلامية لحقوق الإنسان التي يوجد لديها عديد من الراصدين على مستوى المدن اليمنية، وكذلك بعض الآليات الأخرى مثل المقررين الخواص واللجنة العقوبات المعنية والخاصة باليمن والتابعة لمجلس الأمن. هذه أهم الآليات إذا ما تحدثنا على مستوى منظمة الأمم المتحدة. ولكن يبدو أن الصورة لا زالت متبقية لدى الرأي العام وبالذات الإعلام الغربي الذي يتبع أجندات ويحظى أو يعمل وفق تأثير طرف معين يعني داعم لجانب الميليشيا. نعم. وهذا تتحمله باعتقادنا مسؤوليات يعني توضيح الصورة تتحمله العديد من الأطراف المنظمة المتكاملة من الحكومة والمجتمع المدني والإعلام إلى آخر. نعم، المعلومات التي تم إيضاحها للمجتمع الدولي وللجهات التي تتلقى هذه المعلومات، ما مدى المصداقية التي تصل إليهم؟ يعني هل يعبرون عن أنها واقعية ذات يعني أبعاد ربما نقول علمية استخدمت فيه كافة الوسائل والأدوات المتاحة لتوفير المعلومة بكل شفافية ومرورها بالفلترة حتى تصل إلى الحقيقة المطلقة يمكن أن نقول؟ فعلا دعني أقول لك أن الآليات الدولية والمؤسسات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان تتعامل مع موضوع التقارير بجدية ومهنية عالية. يعني نحن أولا إذا ما تحدثنا عن مهنية إعدادنا للتقارير، نحن لدينا فريق ميداني مكون من 27 راصد وراصدة ينتشرون ب 20 محافظة، ولدينا لجان معنية باستقبال البيانات وفرزها وتوثيقها والتحقق منها إلى المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة إصدار التقارير. هذا ما ظهر جليا الاهتمام بتقاريرنا التي نصدرها والتي نسلم نسخ منها لهذه المؤسسات. هذا جانب. الجانب الاخر، كل ما يقال هنا وكل الندوات اعتقد انها لا تحظي او يعني ستحظي الاهتمام، ولكن يؤخذ المنظمات تاخذ بالتقارير المكتوبه والموجوده حتى تتحمل الجهه التي اصدرت هذه التقارير مسؤوليه ما كتبته او الاحصائيات والبيانات المفروزه. ودعني أقول لك في هذه النقطة أننا نحظى بعلاقات إيجابية جدا مع المقررين الخواص، ولك أن تتخيل أن هذه الدورة عديد من المقررين أهمهم فريق مقرر فريق حقوق الإنسان والمرأة هم الذين بادروا وطلبوا مننا نسخ من التقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان، يدل على شيء إنما يدل على مستوى الثقة المتبادلة بين تحالف اليمني تحالف فاطو وهذه الآليات الآمنة هنا في جنيف. بنظرك ما مدى تأثير هذه التقارير التي رفعت والتي سيتم أيضا مناقشتها مع مختلف الجهات التي تودون التواصل معها؟ ما مدى تأثيرها سيكون هل على المستوى الدولي وعلى مستوى أيضا القضية اليمنية وتفاعل المجتمع الدولي مع هذه القضية؟ بلا شك هناك تأثير. يعني أقول لك أننا أصبحنا مصادر المعلومات لعديد من المؤسسات، أهمها اللجنة المعنية أو لجنة العقوبات المعنية باليمن مع عديد من الأطراف. هناك عديد من الأطراف تعتمد عليهم اللجنة في استلام وتلقي البيانات. هذا جانب. الجانب الثاني، نتواصل كذلك كما قلت بالسابق مع عديد من الفعاليات، أهمها فريق الخبراء المشكل من مجلس حقوق الإنسان والمفوضية الإسلامية لحقوق الإنسان والمعني
بنفس التقارير عن حالة حقوق الإنسان في اليمن. نعم، هل رفعت تقارير ضد مثلا من طرف آخر؟ هل هناك موقف آخر كان ربما يريد ألا تقدموا هذه التقارير أو هذه البيانات الصادرة منكم؟ يعني على مدى أسبوع منذ تواجدنا هنا لم نرى إلا عدد من الناشطة اللي يتبعوا لجماعة الحوثي، ولم نرى أو لم نشاهد وجود تقارير مكتوبة، وكان معظم أنشطتهم عبارة عن كلمات مقروءة وفعاليتين أعتقد، يعني ليس التأثير هذا اللي عامله الذي يروج له بعض الناشطين أنه فريق الحقوق يتبع الطرف الآخر يحظى بذوق ويحظى يعني اللي نحن اللي وجدناه لم نجد حتى تقرير مكتوب عن هذا حقوق الإنسان، وإنما وجدنا عديد من البيانات والكلمات الذين يلقونهم. نعم. سؤال أخير، شهد العام 2017 في ختامه يعني مقتل علي عبد الله صالح على أيدي الميليشيات الحوثية، ونحن نعلم أنه كان يعني معروفا لدى كل منظمات العالمية كرئيس دولة سابق، هل هذا الحدث كان له يعني تأثير؟ هل كانت هناك تساؤلات حول الموضوع؟ هل وصلت رسالة معينة لدى هذه الأطراف عن دموية هذه الميليشيات بعدما اغتالت من كان شريكا معها في الحكم مثلا؟ احنا كانت نتناول كموضوع أو كحالة من حالات الانتهاكات. نعم، يعني حضر هذا الموضوع بمتابعة واهتمام من لدى نحن الفريق الحقوقي ومن لدى ممثلي بعض المؤسسات. يعني احداث ما يطلق عليها احداث ديسمبر احداث مهمه على مستوى حاله حقوق الانسان في اليمن، حدثت من خلالها عديد من الانتهاكات الجسيمه لحق طرف سياسي معين وهو اعضاء ممثلي المؤتمر الشعبي الان، هذا جانب. الجانب الاخر فضت الشراكه القائمه من طرفي الانقلاب على السلطه التشريعيه وهم الرئيس السابق صالح والحوثيين، و مورست خلال هذه الفترة خلال من 28 نوفمبر حتى 30 ديسمبر عديد من الانتهاكات، أرزها مقتل قرابة 270 ناشط حسب إحصائيات المتوفرة والتي استطاع فريق الميداني الوصول إليها، واعتقال وإخفاء عدد كبير آخر لا زالوا يطبعون داخل سجون الميليشيا. يعني إجمالا نستطيع أن نقول هذا ملف مهم من ملفات الانتهاكات الخاصة للعام 2017 ويحظى باهتمام العديد من المتابعين هنا. نعم، ختاما، هل هناك توصيات معينة سيتم تقديمها عقب مناقشة أو ومتابعة هذه البيانات وهذه الإحصائيات للعام 2017؟ هل هناك توصيات معينة؟ هل هناك دعوة للتجريم، لمحاكمة، لمحاسبة، لرفع بأسماء الذين انتهكوا جرائم معينة بهذا الشكل؟ أكيد أكيد أكيد، يعني على هامش فعالياتنا نقدم مناشدات مهمة أهمها إلى مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، نطالب بها بوقف الهجمات العديدة من قبل الميليشيا على المدنيين في السكان، تسليم أسلحتها للميليشيا، وقف الحرب، مساعدة إدخال المساعدات أو ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية لقرابة 17 أو 20 مليون مواطن يمني يعانون من ظروف معيشية صعبة أهمها عدم توفير الخدمات الأساسية والرواتب الآخرة للمنظومة. نفند هذه التوصيات ونقدمها لعديد من الأطراف ومن ضمنها الحكومة اليمنية، نقدم نسخة منها للحكومة اليمنية لضرورات العمل والمراقبة على تنفيذها. نعم، الأستاذ مطهر البوذيجي المدير التنفيذي لتحالف رصد، شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم التوفيق. هل لك من كلمة أخيرة مثلا إذا حبيت ولا نكتفي بما؟ شكرا جزيلا، وأثني جهودكم واهتماماتكم في متابعة الأنشطة الحقوقية. شكرا شكرا جزيلا لك. الجهود التي تبذل من مختلف منظمات المجتمع المدني جهود كبيرة ومتابعة حثيثة، ونقول بصحيح العبارة حقيقة كل من ظلم
من المواطنين اليمنيين هناك متابعات لمظلومية كل هؤلاء المواطنين الذين ظلموا، الذين تم قتلهم أو الزج بهم في السجون، الذين اعتقلوا، الذين تم التعسف بهم في أي مكان من هذا الوطن، هناك متابعة؟ الهم من ذلك أن تصل هذه الحالة إلى المنظمات، أن تصل حالة الذي عوقب أو الذي تم ممارسة بحقه أي جرائم معينة أن لا يسكت عن حقه، أن يتم التواصل مع منظمات المجتمع المدني المتوفرة والموجودة وذات المناشط المتعددة في بلادنا وتوثيق هذه المظلومية. يجب أن لا نسكت عن حقوقنا من أي جهة كانت، الحوثي وأتباعه وكل الميليشيات الأخرى. هناك حقوق وهناك حق يلزم لكل مواطن أن يحافظ على نفسه وعلى ماله وعرضه وكرامته ومدينته ودولته ووطنه. هذه أساسيات الحياة يجب أن نلتزم بها. هناك جهود تبذل، هناك صورة يتم تغيير هذه الصورة السلبية حقيقة خلال الفترة الماضية. كانت أبواق الحوثيين وإيران قوية في الغرب خلال الفترة الماضية، واستطاعوا أنهم يوهموا الرأي العام الدولي بكثير من المغالطات في اليمن، واستفادوا حقيقة خلال تلك الفترة في أنهم يشوهوا أو يشوشوا الصورة العامة لمعاناة اليمنيين. لماذا يعاني اليمنيون؟ لماذا يعاني الشعب اليمني؟ من سبب هذه المعاناة؟ من الذي ارتكب كل هذه الجرائم بحق اليمنيين؟ من تسبب في انهيار الدولة؟ من تسبب بانهيار منظومة المؤسسات؟ من تسبب بهذه الدماء التي تسيل في كل مناطق اليمن؟ أنا أستغرب من ميليشيات الحوثي وهي تطلق ما يسمى بأسبوع الشهيد. هل كان لدينا في اليمن هذا المسمى؟ ولماذا؟ طبعا هذا هو ما يتم تصديره لنا من إيران وحزب الله، أسبوع الشهيد، وحيث يتم تنظيم هذه الفعالية الطائفية المناطقية في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وتعمد هذه الميليشيات على تكريس ثقافة القتل، كأنها تمجد القتل، وتقوم برص آلاف الصور في المناطق أو في منطقة معينة، وبث البروباجندا المحببة للقتل والحرب والموت والدمار وغرسه في نفوس الأجيال والشباب، سعيا منها لاستقطاب أكبر عدد منها حتى تستمر دائرة القتل. الأستاذ عرفات حمران، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم نقف على أعتاب يعني متابعة حثيثة لما حدث خلال عام 2017، ومجلس حقوق الإنسان في دورته 37 ينعقد، وهناك كثير من الأرقام توضحت من قبل كثير من المنظمات. كيف أولا تقيم دور المنظمات المحلية في متابعة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الانتهاكات التي حدثت في اليمن بعد الانقلاب الميليشياوي تحتم علينا كمنظمات مجتمع مدني وكتحالفات حقوقية أن نكون أكثر تواجدا وقربا من الضحايا، كون هذه الجرائم التي ترتكب من قبل هذه الميليشيات ترتكب بالجملة، وبنفس الوقت لابد أن نحفظ حقوق الضحايا من أجل التعويض المادي والمعنوي، ومن أجل أيضا أن نحفظ حقوقهم من أجل التاريخ ومن أجل أيضا الأجيال القادمة، كون هناك منظمات محلية أيضا تعمل على غسل جرائم الميليشيات والانقلابيين وتقدمهم على أنهم يعني سلطة أمر واقع، وأن من يمارس هذه الجرائم الشرعية والتحالف. نحن أمام معركة حقوقية متكاملة، رغم أن المنظمات المحلية تعمل بظروف صعبة، وأكثر الجرائم ترتكب في مناطق سيطرة الميليشيات حيث هناك قبضة أمنية وهناك ملاحقة للناشطين والحقوقيين، ومع ذلك يظل عمل هذه المنظمات عمل طوعي
وأيضا تستشعر واجبها الأخلاقي والقانوني والوطني رغم إمكانيتها المحدودة. هناك أيضا تحالف اليمني لرصد الانتهاكات، تحالف رصد استطاع أن يجمع أكبر قدر من المنظمات الحقوقية وأن يستفيد من خبراتها وإمكانياتها وأماكن تواجدها وأيضا اهتمامها بالجرائم المتنوعة. وهذا التحالف يقدم اليوم في دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف أكثر من تقرير، سواء تقرير حول الألغام أو حول النزوح أو وضع الإنساني لانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2017، وأيضا يركز على قضية المختطفين وما يلحق المختطف من تعذيب نفسي وإخفاء قسري وأيضا موت تحت التعذيب، وأيضا وضع بعض النشطاء والصحفيين كدروع بشرية في أماكن معسكرات للحوثي. هذه كلها يعني تحتم على هذه المنظمات أن تستشعر مسؤولية، رغم أن الميليشاوي أول ما دخلوا صنعاء والمحافظات قاموا بجرف جميع المنظمات وأيضا قاموا بنهب جميع محتوياتها وقاموا أيضا بملاحقة هؤلاء النشطاء، مما جعل الوضع للتوثيق والرصد معقدا. لكن بفضل بعض التحالفات والشبكات الحقوقية استطاع أن نتجاوز كثير من هذه التحديات. نعم، إذن هذا النشاط المنظمات المحلية، ألا تلاحظ معي ارتداد المنظمات الدولية وضعف نشاطها في أداء مهامها خلال هذه السنوات الماضية، نقول السنوات الخمس الماضية، ألا تلاحظ أن هناك وهن في تلك المنظمات؟ أين تلك المنظمات التي كانت تدخل في أتون معارك وترفع تقارير تفضح فيه الجراء المجرمين؟ ألا تلاحظ أنها أصبحت تمارس سياسة أكثر ما تمارس الرصد والتوثيق ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم ومتابعتهم؟ فعلا المنظمات الدولية بالذات المنظمات الأممية منذ اجتياح الحوثيين وهم تبنوا وثيقة الاتفاق أو الشراكة وكان برعاية أممية أيضا، وهذا الاتفاق مكن الحوثيين من المحافظات وجعلهم أمر واقع، وأيضا انقلب على كل البخوريات اللي اتفقوا عليها اليمنيين. وجاءت هذه المنظمات بحقيقة لتشكل غطاء للحوثيين وتصبح أداة من أدواتها. فكثير من التقارير التي قدمت الأصل أنها تكون تقارير صريحة وواضحة، كون القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان واتفاقية جنيف تحدد أن يحددوا من هو الطرف الذي يرتكب هذه الجرائم، ولكن تقاريرهم أصبحت تقارير دبلوماسية وسياسية كما قلت، بحيث أنهم يكتبون في هذه التقارير أن هناك صراع بين طرفين ولا يحد من هم الطرفين، ويقولون أن هناك طرف معرقل وهناك طرف ارتكب جرائم وهناك طرف أيضا، يعني دون التحديد ودون كثير من المسميات التي يحتم عليهم قيم الأمم المتحدة أن يكون واضحة وصريحة. نعم. فمثلا تقرير الوضع الإنساني في اليمن، يتكلم التقرير عن هناك أمراض وهناك سوء تغذية وهناك كثير من الملايين مهددين بخطر المجاعة، ولا يحدد من هو الذي تسبب بهذه الوضع الإنساني، ولا من هو الطرف الذي يعرقل وينهب هذه المساعدات، ولا أيضا أين ذهبت هذه المساعدات والمبالغ الكبيرة، ولم يحدث أي تحسن بالذات في مناطق سيطرة الميليشيات. أقص على ذلك أن منظمة اليوسف قامت بدعم الحوثيين بمناهج للصفوف الأولى الابتدائية، وهذه المناهج تدعو إلى الطائفية والاقتتال بين الجيل الواحد، وهذا يخالف مبادئ الأمم المتحدة. كما أن بس قالوا أنها تراجعت أستاذ عرفات، تراجعت بعد أن وصل الكتاب إلى كل مدرسة. دعني أكمل لك لتكون الصورة واضحة للإخوة المشاهدين، يعني وصلوا دفعوا لهم الفلوس وصلت الكتب، بعدين قالوا إحنا نعتذر. هم اعتذروا بعد ما نحن عملنا ضجة وقمنا بالتنديد والاستنكار، وكان نحن وجدنا الكتاب موجود في المدارس، فماذا ينفع الاعتراض؟ الأمر الآخر، هناك خطوات من أجل أن تحصل على منحة لطبع مناهج تتخذها اليونيسف
لم تتخذ، إنما أعطت مبالغ مباشرة ولم تشرف على الطباعة ولا على مراجعة المنهج ولا على التوزيع ولا شيء. تتعامل بثقة عمياء مع هذه المشية الانقلابية. المفوض السامي لحقوق الإنسان أرسل مذكرة إلى وزير الخارجية للحوثيين يخاطبه ويطالبه بعرض البيانات، وكأنه وزير خارجية للشرعية يعترف باعتراف رسمي، وهذا شيء أيضا يدعو بصراحة يعني للاستياء. أيضا اللجنة الوطنية للتحايل وانتهاكات حقوق الإنسان قامت بتسليم أول تقرير لها إلى رئيس الجمهورية ب3000 حالة، وهو أحالها إلى النائب العام لكي يبدأ إنصاف الضحايا. وهذه اللجنة كانت مدعومة أيضا من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وبنفس هذا التوقيت قام مفوض السامي لحقوق الإنسان بالمطالبة بتشكيل لجنة دورية للتحقيق، بالإشارة إلى توقف هذه اللجنة الوطنية وإلغاء عملها بعدما انجزت الكثير. وهنا أيضا يضع أكثر من علامة الحمد لله تجاوزناها، احنا يعني لم يتفاعلوا معه وتم تثبيت اللجنة الوطنية، لكن ما زال هناك الخطر قائم لهذه اللجنة. ما زال هناك أيضا مطالبة كثيرة، وأيضا شكلت لجنة من أجل أيضا أن تكون مضافة إلى هذه اللجنة الوطنية، وهذه اللجنة ربما تعمل على كثير من العراقيل والتعقيدات. وما زال أيضا هناك مطالبة بإلقاء هذه اللجنة، كون هذه المطالبة جاءت أيضا من منظمة حقوقية محلية تتبع الحوثيين وترأسها إحدى الناشطات التي تتبع أسرة كبيرة للحوثيين. اسمها ذكرني بس، ذكرني باسمها فقط، اسمها الباشا صاص. اسماء برنامج الغذاء العالمي قام بتسليم جميع الإغاثات إلى السلطة المحلية الخاضعة للمحافظات التي لدى الحوثيين، وأخذ كشوف وهمية بالمستفيدين. ورغم أن احنا أثرنا هذا الموضوع أكثر من مرة، المساعدات تصل إلى جبهات القتال. قامت الأمم المتحدة بدعم الحوثيين بمبالغ مالية كبيرة من أجل نزع الألغام، وسلمتها مباشرة دون أي وسيط ودون أي برنامج لنزع الألغام، رغم أن الحوثيين ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بزرعهم أكثر من 500,000 لغم، منها ألغام فردية وهي محرمة دوليا وتعتبر جريمة حرب، ومنها أيضا ألغام مركبات وهي أيضا تعتبر جريمة ضد الإنسانية. وهذا يدل على أن المنظمات الأممية تعاملت مع الحوثيين بصراحة بنعومة كبيرة، وشكلت لهم غطاء وأصبحت أداة من أدواتهم، وعملت أن تكون تقاريرها مساوية لجرائمهم لجرائم الشرعية والتحالف، وقاموا بتسوية يعني بتسوية بين الضحية والجلاد، وهذا شيء ليس من العدالة وليس من الإنصاف. وإلى اليوم ما زالت هذه المنظمات تتعامل بنعومة وتشن هجوم في كثير من تقاريرها على الشرعية والتحالف، رغم أنها الميليشيات هي جماعة وعصابة متمردة على الشرعية المحلية وعلى قرارات مجلس الأمن وعلى الشرعية الدولية. كيف بدورنا، ما هو الدور المعول علينا لمجابهة كل هذه المؤامرات وهذه الوسائل ربما المسيئة والتي تؤدي إلى استمرار الإرهاب والجرائم بحق الشعب اليمني؟ لو كانت هناك تقارير جيدة للمنظمات الدولية بإدانة الحوثيين لما استمر في ارتكاب الجرائم، لكنه كل يوم تزداد الجريمة. في العام 2017 ومع بداية 2018 زادت الجريمة في النزوح، وأيضا زادت الجريمة في الاختطافات ومداهمة المساكن بالذات بعد أحداث ديسمبر بصنعاء، وأيضا تجنيد الأطفال ما دون سن 14. هناك جرائم ارتكبتها الميليشيا منفردة في زراعة الألغام وأيضا القنص الناشطين وأيضا القتل تحت التعذيب والإعدامات الميدانية وتفتير المنازل والتجنيد تحت سن 14 وهي جريمة حرب إذا استخدمت أثناء الحروب. كل هذه الجرائم لم تدان من المنظمات، والأصل أن دورنا أن نقوم نحن بتوثيق هذه الجرائم لحفظ حقوق الضحايا، ونطالب المنظمات الدولية الأممية بإدانة هذه الجرائم، ونطالب المجتمع الدولي
أيضا بالضغط على الميليشيات بالتوقف عن هذه الجرائم وتنفيذ القرارات الأممية. وكل القرارات بها بالشأن اليمني. وأيضا نعمل على إدراج هذه الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية لأنها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كنا على اتصال قبل قليل مع الأخ مطهر البذيجي في تحالف رصد، رئيس تنفيذي لتحالف رصد، وتكلم أن هناك تغير في 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 الرؤية التي كانت سابقا، يعني هناك توضيح للصورة أكثر من ذي قبل، وخاصة عندما يتم رفع تقارير ومناقشتها ومعرفة الآلية التي تم الحصول على البيانات من خلالها. يعني نعم، هذه التغيرات جاءت بعد جهود لتحالف رصد بعمل تقارير نوعية ومشاركة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتسليم هذه التقارير إلى المقررين المختصين للجرائم كل على حدة، وأيضا لتوضيح للمجتمع الدولي وللرأي العام الجرائم التي ارتكبت الميليشيات. وفعلا واجهوا أنها أن المجتمع الدولي لم يكن يعرف أن كل هذه الجرائم ارتكبت، واستغربوا من هذه التقارير وطالبوا بمزيد منها، وأيضا طالبوا أيضا بتقارير رسمية من وزارة حقوق الإنسان لماذا هي ما لم تصدر تقارير وماذا يكون موقفها. وفعلا في السنتين الأخيرتين بجهود حقوقيين وتحالف رصد في تغير إلى حد ما، ولكن ما زلنا مع معركة حقوقية مع الحوثيين. الحوثيين أيضا يتفوقون، هناك لديهم فرق حقوقية محترفة، ولديهم التقينا ببعض نشطاء حقوقيين بحسب الله بعض الدول يفهمون الوضع في اليمن ويعملون على غسيل هذه الجرائم. وهناك أيضا نشطاء من الحشد الشعبي في جنيف قاموا بالتعرض على نشطاء من تحالف رصد كأمثال حمدان العلي وأيضا ناشطة بشرة وبعض الناشطين. هناك لديهم نشطاء محترفين ومن جنسيات متعددة، ونحن أيضا نعمل بشكل طوعي وبشكل أيضا إمكانية بسيطة، ومع ذلك هناك تغير فعلا في نظرة المجتمع الدولي للجرائم. بعض الدول ما زالت تنظر إلى الحوثية للحرب في اليمن أنها حرب طائفية، وبعض الدول ما زالت تعتبر أن الحوثيين حركة ثورية. نعم، الأستاذ عرفات حمران الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك. نحن نقدر هذه الجهود التي تقومون بها، ونحن في معركة حقيقية بكل ما تعني الكلمة من معنى، معركتنا في الميدان ومعركتنا في الإعلام ومعركتنا في 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 جمع المعلومات والبيانات ورصدها وتوثيق الجرائم التي تقوم بهذه الميليشيات وغيرها. شكرا جزيلا لك. هذه المعركة التي تقام الآن، التي يتم فيها توثيق كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني، هي لا تقل أهمية عن المعارك التي تدار في الميدان ضد الميليشيات. فنحن نعمل ضد هذه الميليشيات في كل الحقول والمعارك التي والمواقع التي تواجهنا بهذه الميليشيات، ونعلم تماما اللوبي الكبير الذي تديره إيران في أوروبا، والذي تحاول فيه أن تذر الرماد في العيون وتبدل الجلاد إلى ضحية وتميع كثير من القضايا، ليس على المستوى اليمني، ولكن نحن نراقب المجتمع العام والجرائم التي ترتكب في كثير من مناطق العالم وخاصة الدول العربية، ووراءها ميليشيات إيرانية مدعومة من إيران وقادتها إيرانيون وتمارس كل هذا الإجرام. أخي نجيب السعدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ملف مهم، وهو ملف النازحين، وماذا يتعرض له المواطن اليمني في مختلف مناطق اليمن من عمليات إجلاء قسري من مناطقهم وتحويل بيوتهم إلى ثكنات عسكرية ومتاريس. حدثنا أخي نجيب حول هذا النشاط، وكيف كانت ورقاتكم أنتم في جنيف، وما هي انعكاسات ذلك على المتابعين لهذا الملف بالتحديد؟
بالنسبة لموضوع النازحين هو حقيقة من أكثر المواضيع الشائكة في اليمن وأكثر المواضيع التي لها آثار جانبية في موضوع الانتهاكات بشكل عام. نعم. أولا أنه يتم النزوح والتهجير القسري. نحن نقدر بأن عدد النازحين 3,088,000، يعني 3,100,000، نصفهم مهجرين قسريا والنصف الآخر نازحا بسبب المعارك. الانتهاكات التي تتم على الذي يتعرض لها هؤلاء النازحين، أولا هي فقدانهم لسكنهم والاستيلاء على منازلهم من قبل الميليشيا، الميليشيا جماعة الحوثي، تحويل منازلهم بعضها إلى سكنات عسكرية، والشيء الآخر استيلاء عليهم بعض المقربين من الجماعة. أيضا يتعرض الكثير من النازحين لفقدان التعليم، الحق في التعليم. الأطفال، كثير من الأطفال يفقد حقه في التعليم نتيجة انتقاله إلى مناطق عادة تكون مزدحمة بالسكان كما هو في مأرب، أو لا يوجد فيها بنية تحتية تعليمية أو صحية كما هو في محافظة صنعاء مخيم الخانق، وأيضا في المضاربة في محافظة لحج. نعم. بالنسبة للأصداء، أصداء ما نقدمه، نحن نقدم أوراق عمل على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان. أيضا نقوم بالتواصل مع المقررين الخواص، ومنهم مقرر النزوح، ونعرض له الحالة اليمنية وحالة النزوح التي في اليمن وعدد النازحين ومن أين تواجدهم بشكل عام. كذلك نتواصل مع الإخوة في مع مقرر المرأة والطفل، المقرر الخاص للمرأة والطفل في مجلس حقوق الإنسان، ونعرض له الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء، حيث أن نسبة 78% من عدد النازحين هم من الأطفال والنساء. الأطفال والنساء. نعم. بمعنى أن النازحين الرجال 600,000، والنازحون الأطفال والنساء 2,700,000، وهم أكثر عرضة للانتهاكات. كذلك الأسر النازحة، هناك 12% من الأسر النازحة تعولها نساء. هذه يفاقم الانتهاكات التي تقع على النازحين أيضا، ويثقل كاهل المرأة مسؤولية أكبر من حيث إعالة الأسرة وتحمل تكاليف الإعالة، هذا يضاعف المأساة على الأسر النازحة. نعم. كذلك الأسر النازحة من الأشياء التي تتعرض لها خصوصا الأطفال، قد يتعرضون الأطفال نتيجة النزوح لأعمال الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمالة من قبل المجتمع المضيف أو المجتمع بشكل عام، نظرا لجهل أغلب النازحين بطريقة التعامل مع المجتمعات الجديدة التي نزحوا إليها. نعم. هذا جانب. الجانب الآخر أن هناك كثير من الأطفال عقب النزوح قد يتعرضون لعملية استقطاب من قبل جماعات مسلحة من أجل تجنيدهم واستخدامهم في حروبهم القادمة. نعم. هذا الملف وهذه التفاصيل المهمة، هل لأول مرة يتم إعداد هذا الملف؟ أنا تفاجأت بيني وبينك بالرقم 3,000,000. أنا كإعلامي ومتابع للمشهد، 3,100,000 نازح في اليمن نزحوا جراء المعارك وجراء الحرب التي قامت بها ميليشيات الحوثي ضد المواطن اليمني. هل هذا الملف لأول مرة يتم تقديمه في المنظمة أو في مجلس حقوق الإنسان، أم تم استعراضه في السابق؟ بالنسبة تم استعراضه في السابق، استعرضنا في شهر سبتمبر الماضي 2017 استعرضنا الملف ملف النازحين حتى شهر مايو 2017. نعم. وكان عدد النازحين 2,400,000 نازح.
ازداد عدد النازحين من شهر مايو إلى نهاية شهر يناير 2018، من مايو 2017 إلى يناير 2018 زاد عدد النازحين إلى 3,100,000، بنسبة 25% من النازحين ارتفعت العدد. نعم. وهذا الارتفاع بسبب الأحداث الأخيرة التي حصلت بين حليفي الانقلاب الصالح والحوثي في صنعاء في 2 ديسمبر الماضي، حيث قامت جماعة الحوثي بعد مقتل صالح بملاحقة كافة أعضاء المؤتمر ومناصري المؤتمر ومناصري الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومما اضطر الكثير منهم إلى ترك المناطق، وهجروا بشكل قسري إلى كثير من المناطق، وهي منطقة أغلبهم إلى منطقة إلى مدينة عدن وإلى مدينة مأرب. وطبعا هؤلاء موجودين حتى الآن، حتى في أبين، حتى في شبوة، حتى موجودين في نعم. كل المحافظات، في أبين، في شبوة، لكن أغلب المحافظات التي احتضنت النازحين نعم. تقع في الدرجة الأولى محافظة مأرب، ثم محافظة العاصمة المؤقتة عدن، ثم تليها تعز، ثم حضرموت، شبوة، سيئون، المهرة، أبين، هذه جميعها محافظات احتضنت كثير من وايضا في لحد النازحين. نعم طيب نعم في هذه ايضا اريد انبهك لنقطه مهمه، انه النازحين، هؤلاء النازحين، هم النازحين داخليا، بينما نعم. خرج عدد نقدره نحن ب 400,000 شخص عبروا الحدود اليمنيه الى المملكه العربيه السعوديه والى دوله مصر، جمهوريه مصر العربيه، وإلى ماليزيا وتركيا وبيروت وعمان الأردن وإلى بقية الدول، بمعنى أن من تضرروا وخرجوا وهربوا من منازلهم وتركوا منازلهم بسبب الحرب هم قرابة 3,500,000 نازح. نعم. أخي نجيب السعدي، كان لنا كثير من النقاط يجب أن نناقشها، لكن إن شاء الله سيتم الاتصال بك ومناقشة موضوع النازحين في حلقة متكاملة بإذن الله تعالى، وأنتم في جنيف أو عندما تعودون إلى هنا إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم ونتمنى لكم التوفيق. تحياتي لك. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج حديث الساعة، حتى الملتقى أنتم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.